نحن هلا بلشنا بمرحله التجهيز والتهيئ لطلابنا بجميع المراحل، يعني خلينا نقول اسابيع قليله ورح تفصلنا عن الفحص النهائي. واليوم هذا الطالب اكيد بيكون مضغوط هو واهله، اكيد يعني دائما الاهل بيطمحوا انه ابنهم يحصل على اجمل واعلى النتائج. اليوم كيف قادر يركز هذا الطالب بالوقت المتبقي واستغل الوقت بالشكل الصحيح يا هايدي؟ صحيح رشل، هيك اليوم رح نتعرف اكثر على مفهوم النجاح الدراسي وطريقه الدراسه الصحيحه، خصوصا انه النجاح هو بحاجه لدافع كبير وحافز كثير كبير اليوم من الطلاب لحتى يوصلوا للشيء اللي بدهم اياه. اكيد كيف اليوم نحن نقدر ننظم وقتنا بالدراسة؟ كيف نحط جدول الدراسة؟ شو هي الأخطاء يلي ممكن تواجهنا؟ أكيد كل التوفيق لطلابنا بتحضيراتهم للامتحان اليوم. خصصنا هي الفقرة لحتى نعطيكم نصائح، وضيفتنا صارت معنا ضمن الاستديو الاختصاصية التربوية عزيزة نورسي. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. مثل ما كنا عم نقول، يعني خلينا نقول اسابيع بتبلش مرحله الانقطاع والتجهيز للفحص النهائي، هون بيزيد الضغط على الطالب ان كان من المنهاج. اليوم ما فينا يعني واقع، اليوم في ضغط كثير كبير بالمنهاج، وبيرافقوا ضغط الاهل، بيرافقوا الضغط النفسي، بيرافقوا ايضا الوقت اللي بيهرب من الطالب، بحس بفجأة انه انا ما ضل عندي وقت لشيء. اليوم كيف قادرين نحن بالوقت المتبقي نجهز بالشكل الصح؟ تمام، يسعد صباحكم. صباح كل الخير. عام وانتم بخير. وانت بألف خير. مع اقتراب الامتحانات الانتقاليه والشهادات بنتمنى التوفيق لكل طلابنا. آمين. والنجاح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هلا نحن بالاول بالنسبه للطالب لازم هو يعرف ويكون مدرك انه انا ما عاد في مجال، اذا كنت عم مهمل بخلال السنه فهلا اجى مثل ما بيقولوا وقت الجد. لازم يحط برنامج يكون هذا البرنامج متوافق مع قدرته. أنا مثلاً ما بحط 3 ساعات دراسة وأنا عارفان حالي ما بقدر ركز غير نص ساعة، يعني ما بدي أضحك على حالي أنه أنا أكون فاتح مثلاً كتاب وعأساس أنا عم بدرس وشارد، أو بنروح بنرجع أحياناً بتلاقي الأم أو الأب أنه لساتك على نفس الصفحة من ساعة. فهذا الشيء انه ما بده يكون عم يضحك على حاله الطالب. بالنسبه للاطفال الصغار انه اكيد الاهل انه لازم ينظموا لهم وقتهم، بالنسبه للطالب لازم يركز وينظم وقته ويحط برنامج. انا مثلا عندي ساعه نص ساعه بريك، ساعه نص ساعه بريك، وقت غدا وقت فطور. هذا الشيء لازم الطالب بيعرف قدراته وبيعرف انه هو قديش بيستوعب انه ما يضحك على حاله. في عندنا كثير شغله مهمه، النوم بكير والفاقه بكير. بنعرف دائما انه نحن بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. هلا بدنا نمثل مثلا انه الفلاح لما بيروح او حدا رايح يجني محصول، فلما يكون رايح بكير بتلاقي بيقطف وهو واقف بدون اي عناء، بدون اي جهد، سواء كان سنابل القمح او اي منتوش. بيجي اللي بعده بيحتاج لانه يمط حاله شوي، اللي بعده بده سلم، اللي بعده بيصير دور دواره وين الثمره اللي بدي انا اطفى. فدائما هي الفئه بكير بيكون عندنا نشاط بالذاكره، نشاط بالذهن، نشاط بالعقل، في قدره اكثر على انه الطفل والطالب يستوعب. ومثل دائما ما بيقولوا العقل السليم بالجسم السليم. بدي حافظ على نومي، على غذائي، بدي حافظ، بدي بعد عن الشغلات يلي هي بتوترني او بتلهيني. بعد الموبايل، انا مثلا ممكن صادر للطالب الموبايل اثناء الامتحان، قد ما كنا حريصين بده الطالب يلتهب الموبايل، بيقول بس شوف هي وبس هي بتلاقي اخذ نص ساعه ساعه. فبدي بعد عنه الشغلات يلي هي ممكن تلهيه، ممكن تاخذ من وقته. بدي هيئ له جو للدراسه، جو مكان هدوء. بدي بعد على الشغلات اللي بتوترني، يعني اذا كنت انا طالب بدي بعد على الشغلات اللي بتوتر. بده يكون في اكيد مثل ما قلنا النوم السليم، الاكل الصحي والسليم، الجو المناسب للدراسه. بدي بعد عن الشغلات اللي بتوتر. بدي اعرف انه انا هاي الفقرات مثلا كنت هاملها وما كنت فهمانها خلال العام، بدي اسال هي الفقره ما فهمتها، ما عم استوعبها، لو استعانت باستاذ، بحدا اكبر مني يشرح لي اياها، برفيق، بصديق، باستاذ. فلازم انا انه افهم الشغلات الغامضه عندي، ما بدي اوقف عند الشغلات يلي ما عم استوعبها. هي الفقره اخذت معي ساعتين وثلاثه وما عم
خلص نتركها منروح للشغلات اللي انا حافظها، بلا ما تروح الشغلات اللي حافظها بالاشياء اللي ويروح الوقت وينهدر، يمكن شويه وقت بتركز لحالها بالذاكره تماما، ممكن هو يكون متوتر، يكون انه الان انه انا هي ما عم تنفهم معي، خلص اتركها، برجع بشعر انه لا دخلت ذاكرته بشكل، مثل ما بننصح الطالب لما بيبلش يوقف ويقرا كل الاسئله بنقول له لا لا على مهل، بلش بالسؤال الاول ذكرته كتبنا صحيح، بعدين بنبلش لانه بيصير عنده صدمه دماغ ما عاد تستوعب وبتروح من الذاكره كل الافكار، ما بوقف عند السؤال اللي ما بعرفه، خلص خلص بنتقل للسؤال اللي بعده بالتدريج بالتدريج مو كلهم مع بعض، فهي يعني بعض النصائح ان شاء الله. كنا سويا انه دائما وصلونا انه السؤال سؤال اللي بنعرفه، انا بقرا الاسئله كلها بشوف وش اللي خلص هو بيكون في عند الواحد هيك فضول انه بدي يشوف انه انا بعرفه ما بعرفه، بس هون بينصدم الطالب او ممكن تروح كل المعلومات من ذاكرته، فهذا الشيء غلط. صحيح. طيب عزيزة، يعني كلنا بنعرف هي الفترة هي فترة مصيرية بحياة طلاب الشهادات، مثل ما ذكرتي انهم على طول متوترين مشتتين خايفين، خلينا نوضح اكثر شو في طرق اليوم لحتى تساعد هدول الطلاب على التركيز والحفظ بطريقة افضل بالدراسة ليكونوا منجزين اكثر. تمام. اول شيء مثل ما حكينا بدي احط خطة، بدي نظم وقتي، بدي استعين بحدا بالاشياء اللي انا ما لي فهمانه ما لي عرفانه، بدي نام بشكل منيح، بدي بعد عن الشغلات المحبطه العالم السلبيه. نحن كمان بالنسبه للاهل لازم يوفروا لاولادهم الجو المناسب، ما يكون في ضجه ما يكون في عجقه، بدنا نبعد عن المحبطات، يعني كمان ما انا بدي اقول لابني انت عفوا فاشل، انت ما بتفهم، فلان جاب اكثر منك، اخوك كان يدرس 10 ساعات، كذا كذا، لا لا لا، ما بدنا نعمل لا مقارنه مع غيره من الطلاب ولا بدنا نوتره، صحيح نحن متوترين ما بدنا ننقل هذا التوتر للطالب، فدائما لازم ياخذ قسط من الراحه، يلعب بعض التمارين الرياضيه، اذا كان هو بيحب الموسيقى الهادئه معلش يسمع موسيقى، يغير مكان دراسته، يدرس بالطريقه اللي بيحبها، يعني هلا في عالم بتحب تدرس وهي عم تتمشى، في عالم بتحب تدرس وهي قاعده، في عالم وهي مستلقيه بتقول لك انا هيك بفهم. وشيء كثير كثير مهم انه انا ساوي لحالي تيست او اختبار، يعني انا حفظت ممكن انه خلي حدا يسمع لي او اجي اكتب مجموعه اسئله وجاوب، شوف حالي شو فهمت لوين وصلت، هل تركزت المعلومات بمخي بشكل جيد وصحيح او انا عم احفظ على الفاضي. نعم. فهي الشغلة كتير كتير مهمة، أنا متى ما عرفت حالي أنه أنا خلص هالفقرة خلص هذا الدرس بنتقل للدرس اللي بعده، كيف بدي أعرف؟ أنه بعمل اختبار، سواء أنا خليت حدا يسمع لي، سواء حطيت أسئلة، سواء صرت راجع ذهنيا بذاكرتي، فهي كتير كمان شغلة مهمة. طيب كتير بنسمع الطلاب بمرحلة تعليمية ما بيقولوا أنا فشلت دراسيا، طبعا. أنا اليوم حدا فاشل دراسيا، هل رسوب سنة من السنوات تعتبر فشل دراسي أو شو هو مفهوم الفشل الدراسي؟ تمام. هو الفشل الدراسي هو إحباط الطالب بمادة أو بمجموعة من المواد، وطبعا أكيد الرسوب لسنة ما يعتبر فشل لأنه الإنسان بيحاول وبحاول، ممكن تكون كان عنده ظروف قاهرة ما خلته أنه ينجح بهي السنة، مو معناتها أنه هو فاشل. صحيح. فلازم يحاول ويرجع، مو اكيد مو شو يعني الفشل الدراسي؟ الفشل هو احباط الطالب او عدم قدرته على الوصول للحد الادنى من العلامات يلي هي من الا علامه النجاح، فهو ما حصل على هذا الحد الادنى فهو يعتبر انه فشل مثلا بهذا العام او فشل بهي الماده بالرياضيات بالعلوم مثلا بالانجليزي بالفرنسي، فهذا هو الفشل الدراسي. طيب خلينا نحكي عن كيفية تنظيم الوقت اليوم الطلاب بدراستهم، اليوم بتلاقي في طلاب بأوقات كتير قليلة بتأنجز كتير من دراستها، بنفس الوقت لا طلاب العكس، خلينا نوضح اليوم قدي مهم كيفية إدارة الوقت وتنظيمه واستغلال كل ثانية فيه لحتى يأنجز الطالب. تمام. هلا نحن مثل ما حكينا انه اكيد لازم يحط خطه، لازم ينظم وقته، لازم ينام بكير، لازم يفيق بكير، لازم يتغذى بغذاء بشكل صحي، لازم يبعد عن الشغلات اللي بتلهيه، يبعد عن رفاق السوء، يبعد عن الموبايل، يبعد عن الضجه، وبنفس الوقت نحن بتلاقي مثلا بتقلك في طفل او طالب اخوات
هاد جاب علامات ممتازة والثاني ما جاب مثلا. هون في عنا مجموعة بتأدي للفشل أو اللي بنقول له فشل دراسي، مجموعة أسباب خلينا نقول أسباب. نعم. في عنا أسباب عقلية، في طالب عنده ذكاء أكثر من طالب، صحيح، ممكن تكون وراثة، ممكن تكون مثلا في عنا أسباب جسمية، ممكن يكون هذا الطفل مريض عنده فقر دم شديد، عنده مثلا لا سمح الله وجع بالقلب، ممكن مثلا عنده ارتفاع حرارة، هي كلها بتأدي لفشله الدراسي، ما حيقدر يقوم ويدرس. في عنا أسباب مثلا نفسية، إنه هو بيخاف من الأستاذ الإنجليزي دائما بعيط عليه مثلا، فرضنا هو بيخاف من هاي المادة، مرة حفظ وحفكر حاله إنه هو رح يجيب علامة تامة، ما جاب علامة تامة. فهي الأسباب نحن بس نعرف شو هي الأسباب منقدر نعالجها، ومنعالجها واحدة واحدة. وأهم شيء أهم شيء الأسباب النفسية، نحن متى ما وفرنا الجو النفسي دائما ندعم أولادنا، دائما نعطيهم الكلمات الإيجابية مو السلبية، دائما تحفيز، ما نذكر كلمة فاشل، أنت كسلان، أنت كذا، أنت مو منيح. في عنا أسباب اجتماعية، الأسباب الاجتماعية مثلا في عائلات أنه هي بتحب طفلة أنه أو ابنها يصير مثلا نجار حداد، ياخذ مهنة أبوه، ياخذ صنعة أبوه، ياخذ صنعة خاله، وما بيحبوا الجو الدراسي. فهون هي بتكون سبب من الأسباب، أو حتى بجوز مو الأهل، الأهل بجوز يكون الأب دكتور بس الابن ما بيحب الدراسة، هو بيحب يطلع مثلا نجار حداد. فهي الأسباب نحن متى ما عرفنا شو الأسباب بنعرف نحن كيف طريقة علاجها. طيب حضرتك ذكرتي كثير من الأسباب الفشل الدراسي اللي ممكن يصاب في الشاب أو الصبي. اليوم خلينا نروح هلا نحكي عن المحيط ودوره الإيجابي اليوم، خلينا نقول بترميم هذا الطالب، إن كان نفسيا كان اجتماعيا، قد اليوم مهم الأهل، قد مهم اليوم المحيط بشكل عام لنخفف من أسباب الفشل الدراسي. تمام، اكيد اكيد الاهل لهم الدور الاكبر، وخاصه بالعمر الصغير. يعني بتقولي كبير هذا بيعرف مصلحته، بس الطفل الصغير ما بيعرف مصلحته، ما بيعرف حاله انه هو بعدين ما حيلحق. فدائما نحن لازم نتابع اولادنا بدون ضغط، نتابعهم نشوف انه انت كل يوم بيومه، ما نخلي تتراكم هي القصص الدراسيه، الشغلات اللي مو فهمانه، دائما نساله انت فهمان هي الفقره، فهمان هي القصه. نحن لازم دائما يكون في متابعه مثل ما قلت بدون ضغط، بدون توتر، بدون مقارنة، بدون تهديد، بدون وعيد. بالعكس دائما نحكي الشغلات الإيجابية، إن شاء الله بكرة رح تدرس وتصير دكتور، تصير محامي. بدنا نعرف شو ميول الطالب، شو ميول الطفل، ودائما نحسه على التشجيع. يعني مثلا نحن هلأ بوقت امتحانات مثلا الأهل ما يستقبلوا ضيوف، يعني صدقا ما نخلي صوت التلفزيون عالي، ما يكون في شجار بين الأهل، بين الأم، بين الأب. هي كلها شغلات بتأثر على الطالب وبتأثر على الطفل. نعم. لأنه بده توتره، ما ننقل توترنا للطفل، ما ننقله للطالب، بالعكس دائما نكون عم نشجعه، عم نحفزه، عم نشوفه هو بشو مقصر، عم نراقبه من بعيد لبعيد. هو بيقول لك مثلا احيانا بعتولي الوظيفه على الموبايل، بدي اشوف انه هي خلص وقت الوظيفه ولا قاعد عم يتلهى على الموبايل، عم يحكي مع رفيقه ولا عم يحكي بشيء بالدراسه. فهي كلها شغلات اكيد الى الاهل دور كبير فيها. حتى كمان من أسباب الفشل الدراسي بتلاقي اعتماد نسبة من الطلاب على الملاحظات، عفواً اللي بتكون هيك الملخصات اللي بتكون موجودة اليوم لمختلف المواد، بتلاقيهم بيلجأوا لهي الملخصات خلص لاختلافها لحتى يعتمدوا عليها بطريقة دراستهم. بيقولوا لك مثلاً أنه هذا الملخص ممكن يجيب لك علامة عالية، هذا الملخص بيفيدك. قد ايه هذا الشيء غلط وقد ايه ما لازم نعتمد عليه؟ هلأ نحن ما فينا نقول إنه هو غلط وما فينا نقول إنه هو صح. الطالب بده يكون دارس من الكتاب وبالآخر مثل ما يعمل مراجعة، ملخص يعمل مراجعة، صحيح. مو غلط إنه هو بعد ما درس درس من الكتاب أو من الدفتر أو من النوطة اللي من إلا النوطة، ممكن أنا أحمل هاي الملخصات وشوف حالي، شوف أنا شو حفظت، أسأل حالي هاي الأسئلة. فهي مو غلط، أسئلة الامتحانات السابقة، أسئلة المذاكرات، الشغلات اللي قلنا عنها الأستاذ إنه هي مهمة، هي لا تعتبر غلط إنه أنا، بس غلط إني أعتمد عليها فقط بشكل كلي. هي عبارة عن ملخص، والملخص أحيانا بيكون حامل الأفكار الرئيسية بس مو حامل الشرح، وأحيانا بيجي من الشرح تعليل أو سؤال، فهم بكون أنا ضيعت على حالي علامة أو فرصة بالدراسة. تمام.
طيب خلينا نروح للأهل وهيك بعض الأفكار نعطيهم اليوم للأهالي خلينا شوي يخففوا هي الستريس زيادة على اللزوم يعني اليوم أنا كيف قادرة هيئ طفلي أو نهيئ الشاب أو الصبية اليوم لدخول الامتحانات خلينا نقول بنفسية شوي يعني مقبولة ماشي الحال تمام أول شيء نحن بدنا نروق يعني نحن صعبة يعني نحن بدنا نحاول نبين قدامهم أنه نحن مثلا ما لنا متوترين انه دائما نحفزهم نعطيهم شيء ايجابي ان شاء الله باذن الله قد رح تنجح ان شاء الله يعني لكل مجتهد نصيب من جد وجد يعني نعطيهم هي الطاقه الايجابيه دائما مع متابعتهم مع خلق الجو المناسب للدراسه الغذاء اللي بدنا نأمنه الأغذية الصحية الأغذية اللي بتساعد على الذكاء اللي بتنمي الذاكرة مثلا الأطفال بيحبوا الشوكولا كثير مفيدة ومنيحة نبعد الكبار عن الشغلات اللي الكافيين اللي فيها هيك بتساوي توتر بيقولوا إنه القهوة منيحة لا أنا بس شربت فنجان الثاني خلص صار بقى فيه ضرر بعض الأكلات مثلا بيقولوا وقت الامتحان مثلا ما لازم يأكل فول بيعمل شوي بلادة ذهنية فيتامين سي عصير برتقال فواكه يعني نحاول قدر الامكان انه نامن لهم غذاء صحي نوم صحي الفئه بكير ما نعمل مشاكل ما دائما نذكرهم بانه هن مثلا مهملين او فاشلين لا بنحاول قدر المستطاع نرمم قد ما بنقدر اللي راح ما نركز على الشغلات اللي هو ما له فهمانه ما له حافظه لا يلا بنسمع بنساعده بالتسميع منساعده بالحفظ منساعده بالمراجعة منأمن له أستاذ إذا أمكن وإذا كان في شيء ما له فهمانه أو ما له دارسه وإن شاء الله التوفيق للجميع بإذن الله إن شاء الله يا رب بالختام بدنا نشكرك كتير معلومات كتير مهمة إن شاء الله يا رب يكون كل يلي تبعونا استفادوا من كلام حضرتك وكل التوفيق والنجاح لطلابنا شكرا كتير إليك الاختصاصية التربوية عزيزة نورسي نورتينا العفو إن شاء الله يا رب التوفيق لكل طلابنا إن شاء الله يا رب آمين وجبران الخاطر للأهالي شكرا لحضورك اليوم اتمنى لك هيك يوم حلو ودائما بنقول يا رب تجبر خواطر الطلاب وهيك تعب اهاليهم شكرا لك اهلا وسهلا بحضرتك.